الأهلي يفوز وبيراميدز أيضا، والضغط على الزمالك في القمة مستمر. النهارده الأهلي كسب المقصة وخد 3 نقط يحافظوا على بقائه في المنافسة على الدوري. ده الأهلي، بس لسه الرضا على أداء الفريق مش موجود عند جماهير النادي الأهلي. فوز قليل على متزايل الدوري وبأداء في كثير من الأخطاء الفردية. أما بيراميدز فبتشكيلة فيها عمق وكثرة لاعبين جاهزين قدر يكسب البنك الأهلي، صحيح بصعوبة لكن بأداء هجومي جيد. والدوري كل يوم بيحلو والمنافسة بتكبر وإحنا الكسبانين.